رجعنا سريعا وبنبتدي حلقتنا دايما باهم الاخبار والكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في الصحافه. الاهرام الاهلي يخوض المران الرئيسي استعدادا لبيراميدز وقيد الصفقات الجديده. الاخبار الاهلي وضع خطه مواجهه بيراميدز، الخطيب يحضر التدريبات ولاسارتي يطالب اللاعبين بالابتكار. روز اليوسف سيدي هات بيراميدز مع لاسارتي. المسا طوارئ في الاهلي لعبور بيراميدز، لاسارتي يذاكر المنافس بالفيديو، الخطيب يحضر المران ويوسف يطالب اللاعبين بالنقاط الثلاث، تجهيز ازارو لقياده الهجوم ووصول بطاقتي رمضان وجيرالدو. الشروق رمضان صبحي يظهر للمرة الأولى مع الأهلي أمام بيراميدز، لاسارتي يتمسك بأزارو ويطالب بسرعة التعاقد مع مدافع ولاعب وسط مدافع في يناير، ومعلول وسليمان يعودان للتشكيل الأساسي. المصور الرياضي جيرالدو ورمضان أسلحة الأوروغوياني، بالخماسية الأهلي ناوي على الضربات القوية. الجمهورية وجوه جديدة في الانتقالات الشتوية، ولاسارتي يدرس بيراميدز، الأهلي يبحث عن دوبلير للشحات وفتحي. المصر اليوم لاسارتي يطلب تدعيم دفاع الأهلي في يناير. الأخبار المسائية لاسارتي محتار، الخواجة يختار مدافع الأهلي الجديد والفريق يستعد لبيراميدز بالفيديو. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم العناوين اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم، وهنبتدي مع الاهرام اللي قالت ان فريق النادي الاهلي هيأدي التمرين الرئيسي ليه النهارده استعدادا لمواجهه فريق بيراميدز يوم الجمعه اللي جايه في استاد الدفاع الجوي. مران النهارده هيكون الفيصل في تحديد مجموعه اللعيبه اللي هيختارهم المدير الفني مارتين لاسارتي عشان يدخلوا في معسكر مغلق في فندق قريب من ملعب الدفاع الجوي. كمان الأخبار قالت أن حرص كابتن محمود الخطيب على حضور تدريبات النادي الأهلي، واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على الخطة اللي هيواجه بها فريق بيراميدز، وكمان أكد محمد يوسف على أهمية اللقاء، أهمية مواجهة بيراميدز، وقال كمان أن فريق بيراميدز فريق جيد ومنظم، لكن الأهلي دايما بيلعب للفوز ومفيش مباراة سهلة إلا ببذل الجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر ومن خلال التعديل والتجهيز الجيد. وكمان قال كابتن محمد يوسف أن الكل في حالة تركيز شديدة. كمان المصور الرياضي قالت ان النادي الاهلي بيستعد لاستعاده عروضه وضرباته القويه من خلال الصفقات الخمسه اللي ضمها الفريق في الانتقالات الشتويه، بدايه من عوده رمضان صبحي والانجولي كمان جيرالدو ومحمود وحيد ومحمد محمود والفلسطيني محمود السلمي، بالاضافه للمدير الفني لاسارتي، وان الجماهير عندها طبعا تفاؤل كبير بالصفقات الجديده وقدره الفريق على تقديم عروض قويه والحفاظ على لقب الدوري واستعاده لقب دوري ابطال افريقيا. كمان الجمهورية كتبت النهاردة حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على دراسة فريق بيراميدز من خلال شرائط الفيديو اللي حصل عليها، وقدر المدرب الأوروغوياني أنه يقف على نقط القوة والضعف في الفريق، وبيأمل لاسارتي أنه يقدم الفريق مباراة كويسة وقوية أمام بيراميدز، خصوصا وأنها تكون أول مباراة يقودها لاسارتي بعد ما تولى مهمة قيادة النادي الأهلي بشكل رسمي. ده كان أهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الصحافة. دلوقتي نروح نشوف أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي تقسيمة قوية للاعب الأهلي، ولاسارتي يطبق فكره الخططي. بوابة الأهرام لاسارتي يطالب لاعب الأهلي بنتيجة إيجابية أمام بيراميدز. بوابة أخبار اليوم سيد عبد الحفيظ يجتمع بطبيب الأهلي للوقوف على حالة المصابين. اليوم السابع محمد شريف يغيب عن ميران الأهلي وتضاؤل فرص لحاقه بمباراة بيراميدز. الموقع الرسمي للنادي الأهلي تدريبات خاصة للاعب الأهلي لتسديد ركلات الترجيح. بوابة الشروق لاسارتي يكثف تدريبات حراس مرمى الأهلي. بوابة المصر اليوم باسم علي يجري أشعة بسبب إجهاد بالعضلة الخلفية.
البوابة سبورت، نجيب وربيعة يواصل عن التأهيل في مران الأهلي. بوابة فيتو، مدرب شباب الأهلي، الفريق لن يتأثر بالغيابات أمام الزمالك. نروح نشوف معاكم أهم تفاصيل الأخبار دي، وهنبتدي من الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن مارتين لاسارت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي حرص على إقامة تقسيمة قوية بين اللعيبة، وقيمت التقسيمة في مساحة منتصف الملعب بمشاركة اللعيبة في وجود حارس مرمى واحد بس. ووقف الأوروجواني التقسيمة أكتر من مرة هو والمساعد بتاعه سباستيان في إطار طبعا حرصه على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية بشكل دقيق. كمان بوابة الأهرام قالت ان مارتين لاسارت المدير الفني للنادي الاهلي عقد اليوم الاربعاء محاضره مع لعيبه النادي الاهلي على ملعب التتش، وحرص ان هو طبعا خلال المحاضره دي يتكلم مع اللعيبه على اهميه المباراه اللي جايه قصاد بيراميدز وضروره التركيز فيها عشان يحققوا نتيجه ايجابيه. كمان خصص مارتين لاسارت جلسه مطوله مع جيرالدو دي كوستا لاعب وسط الفريق، واجتمع المدير الفني الاوروغواني مع لاعب الفريق الجديد قبل انطلاق التمرين الصباحي، وده عشان يجهز اللاعب وطبعا تحديد المتطلبات الفنية خلال المرحلة اللي جاية. كمان بوابة أخبار اليوم قالت إن السيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عمل جلسة مع دكتور خالد محمود طبيب الفريق على هامش تمرين اللعيبة النهاردة، واطمن عبد الحفيظ من طبيب الفريق على حالة اللعيبة المصابة وموقفهم من العودة للتدريبات الجماعية وكمان التواجد في حسابات الجهاز الفني للمشاركة في المباريات. واليوم السابع كتبت ان محمد شريف لاعب النادي الاهلي غاب عن تمرين الفريق النهارده المقام على استاد مختار التتش بسبب الاصابه بكدمه في الانكل اتعرض ليها خلال تمرين فريقه امبارح بعد تدخل قوي من زميله في الفريق سليف كوليبالي. وواضح كده ان حظوظ محمد شريف صعبه في الالحاق بمباراه بيراميدز بسبب الاصابه، وان كان موقف اللاعب هيتحدد بشكل نهائي خلال الساعات اللي جايه. نرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي كتب ان مارتين لاسارت المدير الفني للفريق فالنادي الاهلي قاد فقره خاصه لتدريب لعيبه الفريق على تسديد ركلات الترجيح في نهايه تمرين الفريق النهارده الصبح على ملعب مختار التتش في الجزيره، وشارك كل اللعيبه في تسديد ركلات الترجيح. كمان تناوب الرباعي شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير على حراسه المرمى في الفقره دي. بوابة الشروق كمان كتبت ان مارتين لاسارت المدير الفني للاهلي اهتم بتكثيف التدريبات لحراس مرمى النادي الاهلي بادائهم اكثر من فقره خلال التدريبات النهارده. ادى شريف اكرامي ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي تدريبات اضافيه بعد نهايه التمرين النهارده، وخد اكرامي والشناوي تدريبات اضافيه بالجري حوالين الملعب بعد نهايه التمرين لمده ربع ساعه. كمان بوابة المصري اليوم كتبت ان باسم علي لاعب الفريق الاول لكرة القدم في الاهلي اشتكى من اجهاد في العضلة الخلفية، وهيعمل باسم علي اشاعة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي ومعاد رجوعه للمشاركة في التمرين الجماعي. واكد الجهاز الطبي ان حالة باسم بتتوقف على الاشاعة اللي هيعملها، ويتم بعد كده تحديد معاد رجوعه مرة تانية للتمرين. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في تدريب النادي الاهلي الصباحي. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيماء، برحب بيك وبرحب بمشاهدي قناه الاهلي. عايزه طبعا اطمن منك النهارده على احوال المصابين واللعيبه في التدريب طبعا المهم جدا اللي كان موجود النهارده استعدادا للقاء بيراميدز بعد بكره ان شاء الله يوم الجمعه في الجوله المؤجله من الاسبوع الثامن من الدوري الممتاز. الحقيقه طبعا شيماء في البدايه تدريبات مكثفه وتدريبات بالفعل يمكن نتسم عليها الحماس والجديه والاصرار خلال ال 48 ساعه الماضيه دي، زي ما انت عارفه مباراه لها قيمه كبيره جدا، فرق متقدمه فريق الزمالك وفرق بيراميدز، فاكيد النادي الاهلي في اي مواجهه مع فرق المراكز الاولى بيبقى ليها اختلاف كبير، وكمان يمكن النادي الاهلي بيقابله بدله كبير جدا وسوء توفيق كبير من خلال الاصابات. اكثر من لاعب شيماء ويمكن
بينعكس بشكل كبير جدا علينا اداء في الملعب. لكن الحقيقه نتكلم على مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي، بيطبق شغل كبير جدا خلال ال 48 ساعه الماضيه من خلال رؤيه التدريبات. الراجل بيحاول ان هو يفرض اسلوبه، عنده بعض الجمل التكتيكيه، بعض التدريبات الفنيه، ما بنشوفش بدني كتير، ما بنشوفش تدريبات بدنيه كتيره، لكن بنشوف شغل كوره كتير جدا داخل الملعب. كل تدريب بيكون فيه اكتر من فقره تدريبيه. النهارده يمكن كان في تصويب على المرمى مكثف جدا للمدير الفني مستر مارتن، الكروسات المعتاده والجمل التكتيكيه، بيحاول بناء الهجمه من الخلف بطريقه صحيحه، تحركات بيركز عليها بشكل كبير. يمكن دي من النادي الاهلي كان بيقع في اخطاء كبيره جدا في التمركزات سواء للخط المنتصف او الهجوم او الدفاع، بيشتغل عليها بشكل كبير جدا مع ستاتيان طبعا فريق النادي الاهلي. النهارده تدريب صباحي كان في الساعه 10 صباحا، جرعات تدريبيه مكثفه، جرعات تدريبيه كثيره جدا. اول تدريب لمستر مارتن يمكن كان ساعتين الا ربع، النهارده ساعه ونص في تدريب فريق النادي الاهلي، لكن ساعه ونص دسم في تدريبات كثيره جدا. وكمان الجديه والاصرار يا شيماء اللي احنا بنتكلم عليه ده مأثر بشكل كبير جدا على اللعيبه. بنشوف محمد شريف في احتكاك قوي مع سليم في كولوبالي، حسام عاشور الانكل برضه بيتطرق في احتكاكات كثيره جدا، لكن ده سببها اكيد معروف. كل لعيب عايز يكون متواجد في قائمه فريق النادي الاهلي المرحله اللي جايه، كل لعيب عايز تثبت للجهاز الفني والجمهور النادي الاهلي ان هي جاهزه بشكل كبير. عشان كده يمكن كان في تحذير من الكابتن محمد يوسف ان يكون الدخول برفق شويه، ما يبقاش فيه دخول في الانديه. لو فقدنا اكتر من لاعب مع كل اللعيبه اللي احنا الامر هيبقى صعب شويه مع فريق النادي الاهلي، لكن الحاله البدنيه الحاله المعنويه لفريق النادي الاهلي. خليني اطمن منك يا كريم على احوال اللعيبه الجديده، محمد محمود، محمود وحيد، جيرالدو، وكمان مع عوده رمضان صبحي، هل اللعيبه دي انسجمت سريعا مع الفريق في التدريبات؟ لو اتنين بالذكروا من رمضان صبحي وجيرالدو من اول يوم رمضان صبحي طبعا ابن للنادي الاهلي ومش جديد على النادي الاهلي، تاقلم بشكل سريع من اول 24 ساعه لرمضان. جيرالدو ايضا كمان عنده اصرار كبير وعنده حماس وعنده شخصيه بانت عليه جدا في الملعب. محمد محمود ومحمود وحيد طبعا اشاد بيهم بشكل كبير مستر مارتن في اول تدريب ليهم، واضح ان في تركيز ان شاء الله. زي ما قلنا بنتمنى الصفقات المميزه للنادي الاهلي قدر ان هو يصنع بيها صفقات ان شاء الله مفيده لفريق النادي الاهلي. وعلى ذكر كل ليه دور كبير جدا في مباراه بيراميدز، ده اللي واضح من مستر مارتن، حديث يوميه بيحاول ان هو يوصل المعلومات اللي مستر مارتن بيحاول ان هو الملعب رمضان هيكون ليه دور. ايضا كمان حابين نقول يعني احنا يمكن قرينا التشكيل يا شيما في الملعب، لكن مباراه مهمه جدا ممكن يكون فيها تغيرات كثيره جدا، لكن صحيح. رمضان صبحي هيكون من العناصر الاساسيه اللي هتقود تشكيل فريق النادي الاهلي، واكيد طبعا في عناصر ثابته لكن متغيرات بسيطه جدا، لكن غدا برضه تدريب فريق النادي الاهلي في الساعه الرابعه. طب انا عايز عايز اطمن منك على حاله الشناوي. تاني يا شيما معلش. كريم احب اطمن منك برضه على حاله الشناوي البدنيه. الشناوي يمكن ظهر ايضا بشكل مميز وشكل رائع جدا، كابتن طارق سليمان جرعات تدريبيه مكثفه لحراس حراسه المرمى لفريق النادي الاهلي. مستر مارتن كمان يمكن كان في جلسه امس مع الشناوي، واليوم زي ما قلت لك يا شيما الراجل بيحاول يعد كل العناصر اللي هو شايفه خلال الفتره اللي الجانب النفسي مهم جدا الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه يمكن في المستطيل الاخضر، لكن التاهيل الفني الشناوي النهارده كان بيتكلم معاه. ايضا كمان جيرالدو كان في حديث النهارده مارتن رمضان وليد ازارو كمان بناكد على جاهزيته، هو وليد سليمان وليد ازارو بس، لكن وليد عنده اصرار كبير جدا، لعيبه عنده روح كبيره جدا، هيكون ان شاء الله متواجد. كل الامور الحمد لله مشيت بشكل مطمئن يا شيماء، حراسه المرمى تكون موفقه سواء شريف اكرامي متواجد او الشناوي، وايضا كمان كل اللعيبه تكون متواجد. الاهلي باذن الله تكون نقاط المباراه من نصيبنا، وايضا كمان يكون اداء مميز لفريق النادي الاهلي كالعاده في بطوله الدوري العام. شكرا لكريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، كان متواجد النهارده في استاد مختار التتش حيث اقيم التدريب الخاص بالنادي الاهلي، استعدادا طبعا لمباراه بيراميدز القادمه يوم الجمعه اللي جايه من الجوله الثامنه من مؤجلات الدوري المصري الممتاز. نروح مره ثانيه لاخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنوصل للبوابه سبورت اللي قالت ان محمد نجيب ورامي ربيعه ثنائي فريق النادي الاهلي، وصلوا أداء التدريبات التأهيلية على هامش تمرين الفريق النهاردة الصبح على ملعب مختار التتش في الجزيرة، وبيأدي ربيع تدريبات منفردة بسبب إصابته بكسر في صباع إيده حرمته أكيد من المشاركة في التدريبات الجماعية، وكمان بيأدي نجيب برنامجه الأخير للتعافي من الإصابة في غضروف الركبة، وأدى ثنائي تدريبات بالجري حوالين الملعب وخاضوا تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.
واخيرا بوابه فيتو كتبت ان عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب لكره القدم في النادي الاهلي مواليد 97 اكد ان هو بيستعد لمباراه الزمالك زي ما بيستعد لاي مباراه تانية في الدوري، وقال كمان ان هو بيشوف كل المباريات على حد سواء بغض النظر عن اسم المنافس. هيقابل نادي الزمالك النادي الاهلي يوم السبت اللي جاي على ملعب نادي الزمالك في ميت عوبه في قمه دوري الشباب، واللي بتجمعهم في اطار الجوله 17 والاخيره من الدور الاول لبطوله الجمهوريه. قال مدرب شباب النادي الاهلي ان فريقه مش هيتاثر بالغيابات، واللي ابرزها كريم يحيى الظهير الايمن واللي بيغيب عن المباراه بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث، واكد طبعا ان كل اللعيبه جاهزين بشكل قوي وان عنده البديل الكفء في كل المراكز. وبرغم طبعا تربع النادي الاهلي على صداره الدوري برصيد 44 نقطه وتواجد نادي الزمالك في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، أكد عادل عبد الرحمن أن ده مش معناه أن المباراة هتكون سهلة على فريقه، وقال كمان أن أي مواجهات للنادي الأهلي ونادي الزمالك دايما بيكون ليها طابع خاص، بالإضافة طبعا أن الفريق فريق نادي الزمالك هيخوض المباراة على ملعبه، وده اللي أكيد هيزود من صعوبة اللقاء. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بعد كده بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، بنوصل معاكم لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع وزير الرياضة نجهز مفاجآت لمحمد صلاح حال تتويجه بجائزة الأفضل أفريقيا. الفجر وزير الرياضة يكشف عن موقف الجماهير في أمم أفريقيا 2019. سوبر كورة أجيري يطالب اتحاد الكورة بخوض 3 وديات خلال شهر مايو ويونيو. اليوم السابع ودية أوروبية للمنتخب احتفالا بشركة الملابس العالمية. الشروق المنتخب تحديد مصير صلاح من مباراتي النيجر ونيجيريا 15 يناير. وان ثري هاني رمزي يكشف اسباب فشل تجارب الاحتراف للمصريين. بوابه الاهرام صلاح سادس افضل لاعب في العالم في استفتاء صحيفه ماركا الاسبانيه لعام 2018. الشروق مدير ليفربول صلاح رفع شعبية النادي في الشرق الأوسط. سكاي نيوز رئيس الفيفا ندرس مشاركة دول خليجية باستضافة مونديال قطر. أيس الأسبانية برناردو سيلفا إذا لم يفوز مانشستر سيتي ضد ليفربول سيصعب اللحاق به. نروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار وهنبتديها من اليوم السابع اللي قال ان اعلن اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه انه بيجهز مفاجاه لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي في حاله انه فاز بجائزه افضل لاعب افريقي لسنه 2018 واللي بيتنافس فيها مع السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير اوباميونج، والمفروض ان هيقام حفل توزيع الجوائز في العاصمه السنغاليه داكار يوم 8 يناير الجاري. وسبق لمحمد صلاح ان هو توج بجائزه افضل لاعب في افريقيا العام الماضي بعد منافسه مع السنغالي ساديو ماني الجابوني بيير اوباميونج. واضاف اشرف صبحي ان اسم محمد صلاح والحديث عنه اصبح بمثابه البسمه في حياه المصريين واللي بتبعت على التفاؤل دايما، عشان كده لازم يتم تكريمه بالشكل الافضل. كمان الفجر قالت ان اكد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان مصر قادره على استضافه امم افريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون. وقال كمان وزير الشباب والرياضه ان مصر بتمتلك كل الامكانيات من السادات وطرق وشبكات اتصالات وفنادق وخدمات لاستضافه امم افريقيا. وقال كمان اشرف صبحي ان مفيش اي ازمه في حضور الجماهير لمباريات امم افريقيا، بدليل ان لقاءات الانديه المصريه في البطولات الافريقيه بتقام بحضور الجماهير. وقال كمان ان هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره المصري بيسير بخطوات جيده في ملف التجهيز لاستضافه امم افريقيا 2019.
كمان سوبر كورة قالت أن طلب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني خد 3 وديات خلال شهر مايو ويونيو اللي جايين قبل الاستعداد الأخير لأمم أفريقيا واللي بتنطلق في الفترة من 13 يونيو لحد 15 يوليو واللي لسه ما تحددش لحد دلوقتي مكانها النهائي ولسه في مفاضلة ما بين مصر وجنوب أفريقيا لاستضافتها وده اللي هيتم حسمه إن شاء الله يوم 9 يناير اللي جاي خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والمقرر إقامته في السنغال وطلب أجاري خوض وديتين منهم مع منتخبات أفريقية والتفاوض مع المنتخبات بعد إجراء قرعة بطولة أمم أفريقيا واللي هتجرى إن شاء الله في شهر إبريل. اليوم السابع كمان قال ان استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانيا بوريدا على خوض ودية أوروبية قصاد منتخب قوي في شهر مارس اللي جاي أو في شهر مايو احتفالا بإنهاء التعاقد مع إحدى شركات الملابس العالمية لرعاية المنتخب الوطني بعد انتهاء عقد الشركة اللي فاتت بنهاية الموسم الجاري وبيبحث اتحاد الكرة مع راعي ملابس المنتخب الجديد تفاصيل المباراة الودية وهتكون في الفترة ما بين 18 ل 26 مارس اللي جاي. الشروق كمان قالت ان اكد ايهاب لهيطة مدير منتخب مصر ان المكسيكي خافيير اجاري مدرب الفراعنه هيقرر مشاركه محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي من عدمها في المباريات اللي جايه للمنتخب قبل كاس امم افريقيا 2019 قال لهيطة ان المدرب المكسيكي سافر لبلاده عشان اجازات اعياد الميلاد وهيرجع يوم الاحد اللي جاي عشان يرسم خطه استعدادات المنتخب للفتره اللي جايه وقال كمان في محورين هيعتمد عليهم اختيار المباريات الوديه للمنتخب قبل البطوله الأول هو إقامتها في مصر والتاني هو إقامتها خارج مصر وقال كمان في حالة إقامة البطولة في مصر فهتكون استعدادات المنتخب جوه مصر وهيكون في مباراتين أو 3 مباريات استعدادا للحدث أما في حالة أن البطولة دي هتقام خارج مصر فهنلجأ للمباريات الودية في بلاد قريبة من البلد المستضيف وقال كمان هيكون في تنسيق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عشان يتوصلوا للقرار بخصوص بطولة الدوري وضغط المباريات وتحديد مواعيد المباريات الودية. كمان موقع وان ثري قال ان هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر الاول لكره القدم قال ان في عده اسباب لعدم نجاح اللعيبه المصريه في تجربه الاحتراف بعيدا تماما عن الفنيات لان هو بيكونوا على قدر عالي جدا من المستوى قال ان احد اسباب الفشل هو غياب الالتزام وعدم القدره على الاندماج في مجتمع جديد من ناحيه اللغه ومن ناحيه التقاليد ومن ناحيه العادات كمان وقال كمان ان التعايش وتكوين الصداقات في المجتمع دايما بيكسر حده الغربه اللي بيشعر بيها اللاعب المصري وقال انه كان مضطر ان هو يلعب في طقس شديد البروده وان هو يتحلى بالتحدي بشكل كبير عشان يحقق النجاح وقال برده ما اتحدث عنه متوفر في بعض اللاعبين زي محمد صلاح هو عنده ثقه كبيره وتحدي وكون صداقات واندمج في المجتمع واكتسب ثقه الجماهير وده لا يمكن تحقيقه الا بالمجهود. كمان بوابة الأهرام قالت إن احتل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري المركز السادس في استفتاء صحيفة ماركا الأسبانية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 وجي أدن هازارد في المركز السابع ومبابي في المركز الخامس وكريستيانو رونالدو في المركز الرابع واحتل جريزمان المركز الثالث مودريتش في المركز الثاني واعتلى ميسي المركز الأول لأفضل لاعب عن العام اللي فات. كمان الشروق قالت ان بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول الانجليزي قال ان وجود محمد صلاح نجم منتخب مصر في صفوف الريدز عزز من شعبيه ناديه في الشرق الاوسط وقال كمان في كلامه خلال مؤتمر دبي العالمي ان تاثير محمد صلاح على شعبيه النادي في الشرق الاوسط ظهرت فورا لما وقع للنادي في يونيو 2017 وقال كمان ان هو شاف ارتفاع حاد في عدد المتابعين للنادي على منصات التواصل الاجتماعي
لقد رأينا متابعين من مصر والأردن والإمارات وغيرها من البلدان العربية. قال كمان أن الجماهير في البلاد العربية مهتمة كثيرا بمشاركة العديد من المنشورات الكوميدية التي تكشف العلاقة الكبيرة بين صلاح وزميله في الفريق الكرواتي ديانا لوفرن. إنه حقا شيء رائع. وقال كمان قدرة صلاح ولوفرن على جذب الجماهير لمحادثتهما الكوميدية أشبه بالمسلسلات التي يحبها الجماهير. لقد نجح في خلق حالة رائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كمان سكاي سبورتس قالت ان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو قال ان الفيفا بيدرس مدى امكانية توسيع كاس العالم 2022 في قطر عشان يشمل 48 منتخب. وقال كمان في مؤتمر رياضي ان الفيفا بيدور ازاي هيقدر يعمل كده او ازاي طبعا تقدر الدول الخليجية تساعد قطر في استضافة بعض المباريات. وصرح كمان وقال لم اغير رأيي، اعتقد ان زيادة عدد المنتخبات في المونديال ل 48 هو امر جيد بالنسبة لكرة القدم، لهذا السبب نقوم بذلك في مونديال 2026. وأضاف هل يمكننا القيام بذلك بدءا من 2022؟ هذا تحدي صعب وعلينا أن نتخذ القرار في مارس المقبل خصوصا في ظل المساحة الصغيرة. وطبعا اتكلم برضو عن طرح فكرة مشاركة دول أخرى لقطر في استضافة مونديال 2022 ورد عليها وقال علينا أن نرى إن كان هذا ممكنا وقابلا للتنفيذ، نبحث ذلك مع القطر أو القطريين وأصدقائنا الآخرين في المنطقة ونأمل أن يحدث ذلك. كمان أسلا أسبانية قالت أن بيارا لاعب خط وسط مان سيتي الإنجليزي البرتغالي برناردو سوفا أن مجاراة ليفربول فيما بقى في صراع الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج لن تكون سهلة، إذ لم يفز مانشستر سيتي ضد ليفربول في المباراة اللي جاية اللي هتجمعهم إن شاء الله مساء يوم الخميس على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي. قال سوفا في تصريحات نعلم جميعا أن الضغط ملقى أكبر على عاتقنا، مشيرا إذ لم نفز في تلك المباراة سيكون من الصعب مواصلة اللحاق بهم. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا وبنوصل دلوقتي معاكم لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنستعرض فيها اهم اللي حصل في الساحره المستديره. وهنبتديها مع محمد شريف لاعب النادي الاهلي واللي نشر صوره على الانستجرام مع اسلام محارب في احتفال بعيد ميلاده وكتب كل سنه وانت طيب يا حبيبي وسنه سعيده عليك يا اخويا. كمان نشر محمود وحيد لاعب النادي الاهلي على تويتر رد على تويته لناديه السابق مصر المقصه اللي بيشكر فيها اللعيبه اللي اتنقلوا من الفريق في الانتقالات الحاليه، وكتب وحيد شكرا مصر المقصه. كمان احتفلت الصفحه الرسميه للمنتخب الوطني على تويتر بعيد ميلاد محمد حمص ونشرت صوره ليه وكتبت عيد ميلاد سعيد لصاحب هدف الفوز على ايطاليا في كاس العالم للقارات لاعب الفراعنه محمد حمص. عالميا كتب احمد المحمدي كابتن منتخب مصر ولاعب استون فيلا الانجليزي على صفحته على تويتر اتمنى ليكم الافضل في العام الجديد. نشر كمان محمود حسن تريزيجي لاعب المنتخب وقاسم باشا التركي صور لابرز لحظاته في 2018 وكتب الحمد لله عام سعيد بما قدمته في 2018 وان شاء الله 2019 تكون افضل علينا كلنا، كل سنه وانتم طيبين وبخير، باي باي 2018. نشر كمان النجم الألماني الكبير أوليفر كان صورة على الإنستغرام وكتب 2 مليون متابع على الفيسبوك وعام جديد وعلى الفور هناك شيء للاحتفال، شكرا جزيلا وسنة جديدة سعيدة ليكم جميعا. كمان نشر الأيباري ديدي راجبا صورة على تويتر وكتب دخول عام 2019 هكذا السلام روح الحب والإيمان، شكرا لك يا الله على حياتي.
نشر كمان مسعود وزعل نجم أرسنال الإنجليزي صورة على تويتر بعد مباراة امبارح مع فولهام واللي انتهت بفوز الجانرز 4-1، وكتب بداية إيجابية في 2019 بالنسبة لينا، مبروك يا جانرز. ومع ذلك كان من الصعب بالنسبة لي عدم التواجد على أرض الملعب بسبب إصابتي، بالتأكيد أريد مساعدة الفريق في أقرب وقت ممكن مرة أخرى. أتمنى لكم جميعا سنة سعيدة ومرضية. نشر كمان ألكسندر أيوبي لاعب الجانرز صورة على تويتر من المباراة وكتب عام جديد سعيد. كمان نشر كاليسيناك صورة على تويتر من المباراة وكتب بداية قوية ل 2019 عام جديد سعيد. كمان نشر ستيفن لشتنشتايتر صورة على تويتر وكتب فوز 4-1 على ملعبنا، بداية جيدة للعام الجديد، عام جديد سعيد عليكم جميعا. هاري كين لاعب توتنهام نشر صورة على تويتر من مباراة كارديف سيتي اللي انتهت بفوز سبيرز 3-0 وكتب بداية مثالية ل 2019. نشر كمان توبي لاعب توتنهام صورة من المباراة وكتب على تويتر مرحبا 2019، أحب الطريقة اللي بدأت بها. نشر موسى سيسوكو صورة من المباراة على تويتر وكتب أفضل طريقة لبداية 2019 عام جديد سعيد. باولو ديبالا نجم يوفنتوس كمان نشر صورة على الانستغرام وكتب خارج الخدمة. نيمار دي سيلفا نشر صورة على تويتر مع البرازيلي جابرييل مودينا راكب الأمواج وكتب فلاش وباتمان. أخيرا كمان نشر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صورة على الانستغرام وكتب مع أطيب الأمنيات. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كوره. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كوره. مساء الفل عليك، كل سنه وانت طيب. مساء الخير يا شيماء، كل سنه وانت طيبه وكل سنه وكل المشاهدين بخير ان شاء الله. اكيد النهارده هنتكلم عن حاجات كتير ويمكن اهمها اكيد لقاء بيراميدز القادم من الجوله الثامنه، اللقاء المؤجل في الدوري المصري ممتاز يوم الجمعه اللي جاي على ملعب الدفاع الجوي، شايف اللقاء ده ازاي؟ هو احد المباريات المهمه جدا او المحطات المهمه جدا في مشوار النادي الاهلي للدفاع عن لقبه، يعني خاصه بعد التعادل الاخير اللي حصل، وكمان للحاله اللي عاملها بيراميدز من اول الموسم، ان هو عامل صخب كده شديد يعني اعلاميا ورياضيا يعني في الاداء في الملعب. فاعتقد ان المباراه هتكون صعبه جدا على الفرقتين. كمان هتشهد بقى اول ظهور للمدير الفني، طبعا المدير الفني الجديد للنادي الاهلي وبعض اللاعبين، صحيح بعض الظهور الجديده اللي اتنقلت للنادي الاهلي في الانتقالات الشتويه الحاليه بالظبط. فعشان كده هي هتبقى مباراه صعبه مميزة وقويه جدا، يعني اعتقد انها هتبقى من اقوى المباريات اللي هتتلعب في الدوري خلال الفتره اللي جايه. يمكن مباراه ليها طبع خاص. كمان كابتن محمد يوسف وصف المباراه دي بانها مباراه مش بس بثلاث نقط الفوز فيها يمكن بست نقط، لان اكيد بتعطل فريق من الفرق المتصدره في جدول الترتيب الدولي اكيد الدوري، وكمان بتدي للنادي الاهلي الاولويه ان هو يتقدم في المراكز طبعا، لان هي المباريات اللي جايه للاهلي بقى مع الفرسان اللي بتنافس على القمه، الزمالك وبيراميدز والمقصه، اعتقد هيبقى المباريات دي كلها بست نقط فعلا زي ما الكابتن محمد يوسف بيقول. خاصه ان الاهلي لا يحتمل دلوقتي اي اخفاقات اخرى طبعا بعد التعادل مع الداخليه طبعا، فهو لا يحتمل اخفاقات خلال الفتره اللي جايه. هي الصعوبة ان جاية لسه مدير فني بيتعرف على اللعيبة، بيتعرف على الامكانيات، لعيبة جديدة بتنضاف على الفرقة وبتخش جوه بوتقة الفريق، يعني هي مباراة صعبة بكل المقاييس يعني. اكيد بالنسبة للنادي الاهلي، النادي الاهلي تعادل في اخر لقاء ليه في الدوري الممتاز قصاد الداخلية، وبرده ده اللي حصل مع بيراميدز في اخر لقاء ليهم قصاد انبي، برده كان في تعادل ايجابي 1-1. شايف ان اللقاء القادم مع وجود طبعا مدير فني جديد للنادي الاهلي، طبعا كابتن
حسام حسن هو قائد بيراميدز في الوقت الحالي. عندهم اكيد برضو صفقات جديده، يمكن سمعنا عن صفقات قويه جدا انضمت لنادي بيراميدز في الفتره اللي فاتت او من بدايه طبعا امبارح، لان امبارح فعلا ابتدى القيد الشتوي. كذلك برضو في النادي الاهلي كان في عندنا صفقات كثيره، وفي احتماليه كبيره ان الصفقات دي تكون هتشارك ان شاء الله في اللقاء بعد بكره. شايف ان احنا ممكن نقدر نتوقع شكل اللقاء هيمشي ازاي، او هيكون فيه جديد ولا لا؟ لا هيكون فيه جديد طبعا، لان شكل النادي الاهلي في مباريات الداخليه كان من تقريبا من اسوأ المباريات اللي لعبها النادي الاهلي. بيراميدز كان في مباراه ام بي مسيطر تماما على 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 المباراه، ويعني خرج متعادل، هو لا يستحق التعادل، كان المفروض يكسب يعني. لكن الاهلي بقى عنده مشكله كبيره، ان هو الاختبار اللي هيقع فيه ده يوم الجمعه للاسف هو جماهيري شويه يعني جداً. الجماهير متحمسه له قوي ومستنياه جدا، واحنا عارفين ان كمان الكابتن حسام حسن بيعرف يتعامل مع المباريات دي كويس، بيعرف يشحن لعيبته كويس على على الفوز اللي هو المفروض يسعوا ليه، لانه هو كمان عنده طموح مهم جدا، فريق لسه اول ظهور ليه على ساحه الكره المصريه، بينافس على بطوله الدوري من اولها، يعني هو في المركز الثاني، منافس في بطولة كاس مصر، فهو عايز يثبت للناس ان هو مدير فني قوي يقدر يستطيع لما تكون في ايده الامكانيات ان هو يقدر يحقق نتائج، خصوصا لو كانت امكانيات كبيرة جدا. طبعا امكانيات كبيرة جدا. الاهلي بقى على الجانب الاخر هو الطبيعي بتاعه ان هو على القمة، أكيد. اللي بيحصل دلوقتي مش طبيعي، فده بيحط ضغط كبير جدا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني الجديد اللي جاي. صحيح. ان هو بالظبط، لان يمكن هو يمكن اول اختبار ليه اختبار صعب جدا، يعني هو ما كانش المفروض ابدا بلقاء بيرمز. طبعا يعني هو اللقاء ده صعوبته ان هي حاجات كتير اتجمعت ضد بعض في وقت معين، صعب انها تتحل في نفس الوقت. يعني اولا انت المفروض تشوف اللعيبه الاول، اللعيبه اللي عندك، وتبدا تحدد فيها التشكيله اللي هتلعب بيها، وكمان عندك لعيبه جديده، فانت محتاج تشوف اللعيبه جديده وتشوف مين اللي هيناسب طريقه اللعب اللي انت هتلعب بيها. كل ده بيحصل قدام حد بينافسك، صحيح، يعني حد منافس قوي ليك. صحيح. وكمان وكمان المنافسه الاولى هتكون مع بدايه الانتقالات الشتويه وفي لعيبه جديده، فانت مش حتى من الفيديوز مش هتكون قادر تمسك فعلا نقط الضعف والقوه، يمكن نقط الضعف اللي عندهم تكون بتتعالج مع صفقاتهم الجديده. طبعا طبعا، وزي ما انت هو هيلعب على بعض بس طبعا حسام هيبقى عنده الرؤية أوضح، لأنه هو عايش معانا وشايف الأجواء عاملة إزاي، وعارف مين الجداد كمان اللي جايين النادي الأهلي، وعارف إزاي يواجههم. لكن لاشارتي دي أول مباراة ليه، فهو هيشوف الموضوع. ويمكن صفقاتهم الجديدة بالنسبة حتى للدوري المصري في منها صفقات مبهمة، محدش عارف اللعيبة دي عاملة إزاي ولا بتلعب بالظبط. فأنت أنت داخلة على مباراة صعبة جدا للنادي الأهلي، أعتقد إن هو يتخطاها بتديله دفعه قويه جدا قدام. صحيح. يعني تحدي كبير، واكيد انك تتخطى اللقاء ده زي ما قال كابتن محمد يوسف، ده كانك بتاخد 6 نقاط، مع اكيد طبعا يعني هتشيل الكثير من عليك من الضغط الجمهوري على الفريق وعلى الجهاز الفني في الوقت الحالي. يمكن اللقاء هام جدا وصعب زي ما قلنا في نفس الوقت. التشكيل بقى المتوقع للنادي الاهلي من وجهه نظرك اللي هيخوض باللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ والله انا اعتقد ان هو ما اعرفش هيعمل ايه، بس يعني هو محطوط في موقف صعب قوي، بس غالبا غالبا هيضطر ان هو يدفع ببعض العناصر الجديده. اكيد يمكن جيراردو ورمضان صبحي طبعا. جيراردو اكيد، يعني اعتقد ان هو كمان ده خد وقت شويه مع الاهلي، يعني بقى له اكتر من اسبوعين مع النادي الاهلي، فممكن يبتدي. وكمان الكلام عليه ان هو بيتاقلم بسرعه جدا بالزبط. يمكن من تاني او تالت يوم ابتدى يدخل في اجواء الفريق على طول. بالظبط كده. بيلعب كمان في اكتر من مركز. رمضان رمضان ما اعتقدش ان هو هيبقى عنده مشكله، اكيد طبعا. ما اعتقدش ان هو نسي يعني، لا الموضوع عامل ازاي يعني، مش هيكون نسي. فدول الاثنين ممكن يبداوا. معرفش هيعمل ايه بقى في نص الملعب، عشان عنده في نص الملعب الهجومي اعداد كبيره، معرفش هيعمل ايه، بس بالشكل اللي ماشي بيه ناصر، ناصر شكله كويس جدا في الملعب. صحيح. فاعتقدش ان هو ممكن يطلع. وليد سليمان طبعا احد العناصر الاساسيه، حراسه المرمى هيفاضل بين الشناوي واكرامي، ولا هيعمل ايه مش عارف، مش عارف ممكن يمكن يعمل إيه. شفنا كمان النهارده في تدريبات يعني خاصه بحراس المرمى، في كمان تدريبات على ضربات الترجيح، في حاجات كتير قوي كانت بتتعمل النهارده، بس اكيد كان التركيز اكتر مع الشناوي واكرامي، ويمكن كان ليهم كمان تدريبات اضافيه بعد ما خلص التمرين الصباحي للاهلي. لا هو واضح ان هو هيبقى عنده شغل كتير على الجزء بتاع حراسه المرمى وخط الدفاع مع بعض، لان الاهلي عنده مشكله في الجزء
الجزئية دي مش مشكلة كبيرة، لكن في إخفاقات بتحصل كده في النص بتخلي الناس مش واثقة في في الخط الدفاع ولا حراسة المرمى في النادي الأهلي. فأعتقد هو هيبقى عنده شغل كتير جدا عليها. الجانب الهجومي بقى هيلاعب مين من مروان محسن ولا أزارو ولا هيشوف هيعمل ايه في الجزء ده كمان. يمكن اغلب من شغال الجرايد النهارده كانت بتتكلم على اهميه وجود أزارو او تمسك لاسارتي بوجود أزارو في اللقاء القادم. انا من وجهه نظري أزارو هو احسن رؤوس الحربه اللي موجودين في افريقيا كلها مش في مصر بس. هو لعيب قوي جدا، ذكي جدا، بيعرف يتحرك كويس قوي، عنده مشكله في الفينشنج يعني ساعات بيعمل حركات مش لطيفه، لكن في الاخر هو مهاجم مميز جدا. واعتقد ان هو لازم طبعا يعني لما يكون في مدير فني عنده لعيب زي أزارو اكيد هيبقى مهتم ان هو يبقى موجود في التشكيله بتاعته. من برضو اهم مطالب لسارتي دلوقتي لاداره النادي الاهلي تدعيم صفوف النادي الاهلي في يناير الحالي بمدافع. طبعا دي كل الناس شايفاها، واعتقد ان اداره النادي الاهلي شغاله على الكلام ده، او يعني الجانب الاداري اللي في الموضوع يعني اكيد هم شغالين على حد من اللاعبين المدافعين يعني، لان الاهلي عنده مشكله في الجزء بتاع المساك تحديدا في النادي الاهلي، فهو اكيد بيلعب عليها. واكيد اعتقد خلال اليومين اللي جايين دول اعتقد ان الاهلي هيضم لصفوفه حد من المدافعين كويسين. يعني عندك توقعات مين اللي هيكون مثلا؟ ما هو يعني حتى لو عندي ما ينفعش. لا عادي ممكن تقول. يعني لا يعني في اسماء كتيره بس ما ينفعش نقولها دلوقتي، يعني لما يخلص الاهلي معودنا على كده. الاهلي لما بيخلص بيقول انا جبت لعيب الفلاني ودفعت فيه كذا وهو هيلعب معانا من الاسبوع الجاي، لكن غير كده بيبقى اجتهادات من اي حد، ممكن أكيد. حد بيعرف كلمه من هنا كلمه من هنا، لكن في الاخر بس انا لو سالتك يعني عن رايك انت هيثم نبيل الناقد الرياضي، شايف مين يستحق ان هو يرتدي تيشرت النادي الاهلي ويكون مدافع لنادي الاهلي ويتم انتقاله للنادي الاهلي في يناير الحالي؟ والله في اسماء كتيره بس يعني كلها غير متاحه. للاسف غير متاحه، لكن افضل مدافعين اللي موجودين في الدوري المصري غير متاحين. للاسف هم غير متاحين، فعلى الاهلي يعني هو بيدور غير اربع اسامي مثلا، هو بيدور في حته معينه كده اعتقد ان هو خلصها يعني، بس هيعلن عليها امتى هو ده اللي احنا منتظرينه يعني. خلينا نروح بقى لدوري ابطال افريقيا والقرعه اللي اقيمت يوم الجمعه اللي فاتت، وطبعا حطت مصر او حطت النادي الاهلي مع فيتا كلوب ومع شبيبه الثوره الجزائري. شايف المجموعه دي سهله في المتناول ولا شايفها ازاي؟ لا هو ما بقاش في الكوره حاجه سهله، خاصه ان انت البطولتين اللي فاتوا انت وصلتي للنهائي بسهوله شديده جدا. صحيح. يعني ما كانش الامور صعبه، وحتى النهائي كان سهل جدا بس خسرتيه في البطولتين. ففكره ان انت تقولي ان مين الاختيارات الافضل للاهلي ان هو يلعب معاها، لا دي ما بقتش متاحه يعني. بس طبعا افضل من انك تقعي في المجموعه مثلا اللي وقع فيها الاسماعيلي يعني. اكيد. يعني دي افضل كانت شويه، اصعب مجموعه. صحيح. بالزبط. في القرعه. طيب لو سالتك مين من مجموعه النادي الاهلي ممكن يصعد مع النادي الاهلي؟ اعتقد فيتا كلوب كويس يعني، شفت له ماتشين كده كانوا بيلعبوا كوره كويسه، والاهلي اعتقد ان شاء الله هيطلع بسهوله يعني. النادي الاهلي محتاج ايه عشان يتوج باللقب التاسع؟ ان هو يبقى الاهلي. الغايب عننا من 2013، احنا دلوقتي اهو في 2019 بنتكلم في 6 سنين. ان هو يبقى الاهلي بس يعني، يبقى الاهلي نازل عارف ان هو الاهلي. بطولات كتير جدا خدها الاهلي وهو بعيدا عن المستوى، بس عشان كان بيلعب باسم النادي الاهلي. هو اللي خسر الاهلي البطولتين اللي فاتوا ان هو الناس نازله مش انا الاهلي، يعني الاهلي انا نازل هاخد البطوله واجي. احنا بنتكلم كده عن روح الفانيلا الحمراء. بالظبط. هو دي 60% من بطولات الاهلي جت كده يعني. لما تعرف قيمه الاسم بتاعك، الاسم بتاعك بيرعب ناس كتير يعني. صحيح. يعني بتنزل الملعب بيبقى عامل هو قبلك فرشه كده ليك انك تعرف تنهي الامور. لكن الاهلي ما استغلش الكلام ده في المباراتين في النهائي السنتين اللي فاتوا للاسف الشديد، رغم ان هو كان قريب جدا ان هو يقدر يحقق ده. طيب نرجع تاني للانتقالات الشتويه والصفقات اللي فعلا حسمها نادي الاهلي. محمد محمود، محمود وحيد، رمضان صبحي، جيرالدو، السلمي اللاعب الفلسطيني، صفقات كتير فعلا تم ابرامها وخلاص تم قضاها كمان مع النادي الاهلي، لكن لسه بقى في صفقات متعلقه لحد دلوقتي. حسين الشحات، حمدي فتحي، وكمان محمود مرعي. شايف الصفقات دي ازاي؟
الشحات لي يعني دي حكايه كده لما تخلص هنشوف هتخلص على ايه يعني. مرعي اعتقد ان هو المفروض الاهلي يكون بيخلص فيه او بيفنش فيه خلاص يعني. الصفقات بقى اللي دخلت النادي الاهلي الفكره انا هستفيد منه ازاي؟ لان انا في الاخر مطالب ان انا اعرف استفيد من كل لعيب في المكان بتاعه واطلع احسن حاجه عنده، فده اللي احنا عايزين نشوفه خلال الفترة اللي فاتت. واعتقد ان المدير الفني من الكلام اللي جاي لنا من التدريبات بتاعت النادي الاهلي ان هو واضح ان هو اشتغل تكتيكي على طول يعني. هو دخل في دخل في الفكرة بتاعت ان انا هخلي اللعيبة بتاعتي تنفذ شغلي ازاي. صحيح. فده مهم جدا لان هو فعلا ما عندوش رفاهية الوقت يعني. هو عنده ان هو هينزل هينافس، فهو داخل عايز على الاقل في اول مباراه ينفذ 25% من فكره، اللي بعدها 30، اللي بعدها 40، لحد ما يوصل ل 100% من فكره ان شاء الله يعني. صحيح. كمان اغلب الجرايد ومنشطات الجرايد من امبارح للنهارده كانت بتتكلم ان خلاص فتحي حمدي موجود في النادي الاهلي وهيتم الاعلان عن الصفقه او عن توقيع الصفقه دي مع نهايه الاسبوع. لما يعلن يبقى انتقل، لما غير ان هو ما اعلنش يبقى ما انتقلش خلاص. طيب خلينا نروح لاعاره احمد حمدي. احمد حمدي يعيل الجون لمده 6 شهور، شايف ان القرار ده في صالح اللاعب؟ هو احمد حمدي لغز من يعني بقاله فتره كده لغز يعني، من ايام لما كان حسام البدري موجود اعتقد ان احمد كان جاي له حاجه في ايطاليا، في اودينيز الايطالي، واحمد ياسر ريان كمان راح معاه واتقال له لا احنا محتاجينك ولازم تبقى موجود في النادي الاهلي ولازم تبقى موجود في الملعب، في الاخر ما شفناهوش في الملعب. فاحمد ولا ماتش ولا حاجه خالص، ما ممشيش وما سابش حتى مكان ان احنا نعرف يجيب الاهلي حد مكانه. صحيح. وفي الاخر خسرنا اللعيب وخسرنا مكانه حقيقي. فدلوقتي اللي بيحصل ان احمد ملوش فرصه، او الجهاز الفني شايف ان هو ملوش فرصه خلال الفتره اللي جايه. فاعتقد ان احمد لو راح على سبيل الاعاره ممكن يعني ممكن تجارب كتير نجحت في الموضوع ده بالنسبه للاهلي والانديه المصريه عموما. صحيح. بيروح اللعيب بيثبت نفسه وبعد كده يرجع تاني مزيد من الخبرات وبيرجعوا تاني للنادي. لان احمد كمان خامه كويسه. أكيد. يعني احمد كويس. اكيد. طيب لو هنتكلم بقى عن الدوري المصري بشكل عام، شايف المنافسه ازاي في المربع الذهبي، المنافسه على البطولات الافريقيه، وكمان شايف ازاي الجدول بقى في القاع والهبوط؟ والله هو الدوري المصري هيفضل زي ما هو يعني. احنا بس الفترة دي لان الاهلي والاسماعيلي والمصري لسه ما خلصوش المؤجلات بتاعتهم، اول ما يلعبوا المؤجلات بتاعتهم يعني الاسماعيلي متأخر شوية، متأخر كتير يعني، فمحتاج مجهود كبير قوي. لكن الحتة اللي فوق دي هتفضل زي ما هي يعني، هتفضل الاهلي الزمالك هيخش معاهم، بيراميدز ممكن يخش المقصة، المقاولين لو فضل ماشي بالشكل اللي هو ماشي بيه ده هيخش معاهم في المنافسه. اتمنى طبعا ان الاسماعيلي يلحق نفسه بسرعه، لان الاسماعيلي احد الانديه المهمه جدا للكره المصريه. اكيد طبعا. وجوده في القمه ده شيء مهم هو جدا. هو ده طبيعي جدا المفروض. يعني طبعا طبعا. طب لو جينا نتكلم عن الاسباب يعني اللي خلت الاسماعيلي نشوفه دلوقتي في قاع الترتيب، انت شايف ايه؟ ان برضو زي ما انا قلت ان الاهلي كان لازم يبقى الاهلي في بعض، الاسماعيلي لازم يرجع اللي هو اللي يبقى الاسماعيلي. الاسماعيلي عنده مواهب رهيبه، عنده امكانيات رهيبه. بس شايفين ان حته التخبط دي يعني موجوده في الاسماعيلي من ساعه ما سووا سيباستيان دي صبر من الموسم اللي فات. هو بقاله فتره طويله الاسماعيلي متخبط جدا، بس ليه بقى يسال عنها المسؤولين عن النادي الاسماعيلي؟ يعني انتوا ليه مش عارفين تقعدوا؟ لان الاسماعيلي ده مش حاجه صغيره طبعا. يعني مش نادي ينفع نقول ان هو ممكن نستحمل ان الاسماعيلي يهبط مثلا او الاسماعيلي ما يبقاش في المربع الذهبي. لا، ده مش صحيح خالص للكره المصريه. فاتمنى ان المسؤولين في الاسماعيلي يلحقوا يحلوا بعض المشاكل اللي عندهم الفنيه على الاقل، ويبقى في تركيز كده. لان احنا مثلا فييرا جه ولا فريرا اللي جابوه ده المدير الفني السابق يعني جه على 3 ماتشات ومشي. صحيح. رغم ان هو كان مقدم مع نادي الزمالك يعني موسم جيد جدا قبل كده، بس جه مع الاسماعيلي ما قدرش ممكن يكمل ممكن أو, ممكن او ينفذ نفس هو احنا يعني ما اعتقدش ان الاسماعيلي اداله الفرصه يعني. اصل 3 ماتشات دي ما ينفعش تحكم على مدير فني خالص يعني. اتمنى بس ان هم يهدوا شويه على الاسماعيلي، لان الاسماعيلي فريق مهم جدا جدا للكره المصريه يعني. اكيد. طيب لو اتكلمنا بقى عن الانتقالات الشتويه او عن الميركاتو المصري الشتوي، شايف الارقام دي عامله ازاي؟ لا يعني هي سمك لبن تمر هندي يعني.
يعني هو كل واحد بيجي يقول لك انا عايز اللعيب الفلاني، طب يروح داخل معاه نادي تاني. انا بتكلم على كل الانديه زي بعض، طب انا هدفع 10 انا 20 طب انا 30 في الاخر هتلاقي تيجي تبص على اللعيب نفسه هو ما يستاهلش اكتر من 3 4 مليون وخلاص على كده. مفيش حد في مصر يعني. هل الانديه تقدر تجاري الكلام ده لمده قد ايه؟ خلاص احنا فتحنا السوق، الجدع يقفله. ما خلاص طالما فتحت السوق مش هتعرفي تقفليه، ما انت مش هتعرفي تقفليه. فكل طب حتى لو انت لو مثلا في الاهلي هيقدر، الزمالك هيقدر، بيراميدز هيقدر، باقي الانديه تعمل دي مشكلتهم، مش مشكله يعني في الكوره عموما. حته التمويل وانك انت تكون تغطي نفسك وتغطي مصاريفك عشان تقدر تخش في المنافسات، دي مشكلتك انت مش مشكله المنافس بتاعك. أكيد. يعني لما يكون انت عندك مشكله، بس خليني برضو اقول لك على حاجه. يعني مثلا دلوقتي في انديه اكيد بتعتمد اعتمادها الكلي على بيع اللعيبه، هو ده مصدر دخلهم. يمكن انت شايف مثلا ان اللعيبه دي اللي بتفرط سريعا طبعا في المواهب اللي عندها، فبتبيع عشان تقدر تكمل. مش بعيد طبعا ان هي تهبط مع الموسم الجاي. يبقى هو عامل في حسابه، يبقى هو في ناس بيبقى دي البلان بتاعتهم. انا مع بصعد الدوري او بعمل المكانه بتاعتي دي عشان انا مجرد تفريغ للفرق التانية. يعني انا قائم على ده، ممكن يكون هو ده البلان بتاعته او الخطه بتاعته. لكن في انديه بقى ما ينفعش معاها الكلام ده. يعني في الانديه الجماهيريه طبعا، صحيح. الجماهيريه دي ما ينفعش معاها الكلام ده، الانديه اللي بتنافس ما ينفعش معاها الكلام ده. فهو المشكله كلها في الناس دي، يعني ازاي هتوجد تمويل مناسب للفرق دي عشان تقدر تستمر في المنافسه، سواء اهلي، زمالك، اسماعيلي، اتحاد، مصري. الفرق اللي هي ليها جماهيريه كبيره دي هي اللي محتاجه تفكر هي هتعمل ايه. صحيح. لكن هل انت مع تقنين اسعار اللعيبه او وضع سقف الاسعار اللعيبه؟ مفيش حاجه في دول بتعمل كده. لا يعني مش في الاحتراف. هو في حاجه اللي هي اللعب النظيف المادي النظيف، يعني اللي هو بنوصل لحته معينه كده ما ينفعش نعديها، عشان لو عديناها يبقى الرقم مبالغ فيه يعني، او في حاجه كبيره جدا. لكن انت ما ينفعش تحطي قانون تقولي اللعيب الفلاني ده سوق. يعني المهاره اللي بتتاخد مثلا لو لعيب احنا شايفين ان هو سعره 10 جنيه او 10 مليون، ممكن يوصل لحد 15 مليون عشان احنا عايزينه في كده، لكن يوصل بقى 80 و90 ده كلام. انت اللي بتعمليه، فعليكي ان تتحملي تبعاته. يعني لان هو مش هيخلص. هي الشطاره انك انت ازاي تعرف تطلع من عندك طبعا. لان انت مثلا لما نيجي نتكلم على الناشئين بقى، سواء اهلي، زمالك، اسماعيلي، مقاولين، مصري، اتحاد، كل فين الناشئين بتوعكم؟ هل في عندكم ناشئين؟ هل انتم مثلا بتسوقوا الناشئين بتوعكم فبيجيبوا لكم ماديات فتعرفوا تشتروا لعيبه تانية؟ هل بتطلعوا ناشئين عشان يلعبوا في الانديه بتاعتكم فيبقى مستواهم قوي يقدر يخش في المنافسه؟ هي دي الاسئله اللي ممكن نسالها. لكن هتعمل ايه في الاسعار؟ ما حدش هيعرف يعمل فيها حاجه طول ما احنا بنتخانق كده. وخلي بالك ان في لعيب جديد يقدر يدفع 4 اضعافك في اي حاجه. فاللعيب الجديد ده هو عايز هدف معين عايز يوصل له. هتلعبه ازاي دي بتاعتك انت، انت اللي تحددها. مش لا بتيجي بالزعيق ولا بتيجي بالشتيمه ولا بتيجي بالضرب ولا بتيجي اي حاجه، هي بتيجي بالعقل. هتلعبه ازاي هي اللعبه كده. صحيح. بس انت شايف برضو معايا ان في انديه كتير هتتضر بطفرتها في المواهب الكتير طبيعي. اللي عندها. صحيح. طبيعي جدا. ما هو مفيش في العالم. يعني انت لما تيجي تبصي على خريطه الكوره في العالم هتلاقي برضو ايطاليا مثلا، يوفنتوس ونابلي واي سي ميلان وانتر ميلان، دول في حته والباقي في حته. اسبانيا برشلونه وريال مدريد واتلتيكو دلوقتي داخل معاهم بقاله فتره في حته والباقي في حته. انجلترا هتلاقي مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول، ليستر طلع شويه كده وهينزل تاني في حته والباقي في حته تانيه. ده طبيعي جدا في العالم، مش هيتغير. صحيح. صحيح. طيب نرجع تاني للدوري المصري. كنا بنتكلم عن الميركاتو الشتوي، كنا بنتكلم برضو عن المربع الذهبي وكمان قاع جدول ترتيب الدوري في الموسم الحالي مع نهاية الدور الأول. شايف كمان ايه الظواهر الجديده اللي حصلت في الدوري المصري في الموسم الحالي؟ هو انا بصراحه يعني الحاجات اللي شايفها في الدوري المصري ان الناس بقت بتجري كتير، بس بتجري بلا وعي. يعني والله كنت قاعد بتفرج على، مش هقول الاسم الناديين يعني، بس ماتش كده، وكان في ماتش في الدوري الانجليزي، حتى انا شبهت الزملاء اللي كانوا قاعدين معايا قلت لهم الماتشين دول عاملين زي اتنين لعيبه بلاي ستيشن عارفين يلعبوا كويس بلاي ستيشن،
وعيلين عندهم 5 سنين ماسكين الدراعات بيقعد، انت عارفه بيقعد يجري ويخبط وخلاص بس بيجري. ففي هنا انت بتشوفي ان في تكتيك وفي شغل في الملعب وفي تحركات، وتقعدي تذاكري الصوره ماشيه ازاي. احنا عندنا بنجري يعني الجري زاد الحمد لله، بس جري بلا وعي، الناس بتجري من غير ما تعمل حاجه. الانديه قليله جدا اللي بتنفذ حاجات انت بتشوفيها في الملعب، منها مثلا وادي دجله، الزمالك، المقاولين، بتلاقي في شكل في الملعب بتعرفي تتفرجي عليه. صحيح. الباقي بيجري. طيب خليني اسالك برضو مع نهايه بقى 2018 عن الدوري المصري برضو، يمكن من ابرز الحاجات اللي حصلت او ابرز الظواهر اللي حصلت هي المشاكل التحكيميه ومطالبه الانديه بتقنيه الفار او تقنيه حكم الفيديو تكون موجوده في المباريات. وفعلا ابتدى اتحاد الكره يطلع ويقول من الدور الثاني من الموسم اللي جاي، وكان في الاخر طلعوا قالوا الموضوع صعب يا جماعه جدا ومحتاج فلوس كتير قوي، ويعني ما وعدكوش لا الموسم ده ولا اللي بعد. على فكره كنا في الحلقه اللي كنت معاكي فيها من شهر ونص تقريبا قلت لك ان ده مش هيحصل، وهم مش هيعملوا، هم بس بيطلعوا يقولوا كمان كلمه كده، اه ممكن نعمل ومش ممكن نعمل، مش حد هيعمل حاجه، ما حدش هيعمل حاجه، لكن مش هيحصل. لا طب صعب جدا ان هو يتنفذ عندنا، يعني ممكن يتنفذ بس لما يعني يضغط عليهم اكتر من كده يعني يمكن يعني يمكن مع كوارث تحكيميه جديده. لا ما هو ما فيش مجال لكوارث، هو يعني كوارث تحكيميه في الوقت ده. خلي بالك ان انت لو نظمتي بطوله امم افريقيه بعد كده الجماهير هترجع فمش هيبقى يعني مش هيبقى متاح. ضفت بقى مصر لبطوله كان 2019، شايفها ازاي؟ شايفها حدث مهم جدا للدوله اكيد، ولازم يمكن انا قلت الكلام ده عندي على الصفحه بتاعتي قبل كده، لازم نتعامل معاه بفكر مختلف تماما. ولازم يكون كجمهور، لا كإدارة، كناس مسؤولة عن تنظيم الحدث، الجمهور طبعا، لكن عن تنظيم الحدث لازم ننظمه بشكل مختلف. صحيح. نخرج بره لازم يعني. طبعا عايزين نصدر صورة مختلفة لمصر عند العالم ده كله. لازم، ده ما ينفعش فيه يعني ما ينفعش فيه هزار يعني ما ينفعش فيه ان احنا نقول هنعمل نفس اللي احنا بنعمله كل مرة وهنستنى نفس الريزلتس. يعني لا، هي الريزلتس النهارده مش ان الملعب يبقى كويس وان يبقى فيه جمهور، لا الريزلت المفروض الملعب يبقى نظيف من جوه ومن بره. في حاجات للجماهير تعرف تستفيد بيها. صحيح. ازاي هتخلي الناس تيجي عشان تشوف البطوله؟ اه طبعا ده. ويمكن انا قلت شويه افكار كتير يعني انك انت ازاي تستفيد من الحدث ده، خاصه انك عندك برضو نجم كبير زي محمد صلاح. يمكن احنا كمان محتاجينه جدا في الوقت الحالي. اه البلد محتاجاه طبعا. أكيد. طبعا، ولازم نقف يعني البلد تقف ورا انها تستضيف الحدث ده. بس هتستضيفه ازاي؟ ده برضو محتاج شغلانه ثانيه. طيب خليني بقى اسالك شويه اسئله كده سريعه. مع نهايه 2018 افضل حارس مرمى في الدوري المصري من وجهه نظرك كنت شايفه مين؟ وانا بالنسبه لي مفيش يعني مفيش اصلا، انا شايفهم كلهم نفس المستوى. الفروقات بتبقى فروقات بسيطه جدا، لكن انا شايف ان احنا عندنا مشكله في حراسه المرمى في مصر كلها يعني. فعندنا مشكله يعني. افضل مدافع؟ افضل مدافع ممكن لاعب الاسماعيلي اسمه بهاء المحمدي. باهر المحمدي. اه ده افضل مدافع. لو سالتك عن افضل صانع العاب؟ وليد سليمان طبعا. وليد سليمان افضل لاعب في مصر. افضل مدافع محلي واجنبي؟ لا اجنبي، اجنبي الراجل بتاع ليفربول فان ديك تقريبا. هنتكلم على الدوري المصري. انت بتقولي احنا ليفربول ليه؟ انت بتقولي اجنبي. انت عايز اجنبي جوه مصر؟ لا اجنبي، اه يعني محترف اجنبي جوه مصر في الدوري المصري. اه مفيش، ما لفتش نظري حد خالص من المدافعين الاجانب اللي موجودين في مصر. لا انا بتكلم عن المهاجمين دلوقتي. المهاجمين ازارو طبعا. ازارو افضل مهاجم في مصر. افضل مهاجم اجنبي ومحلي. ومحلي في مصر. وليد ازارو افضل حد بيلعب راس حربه رقم 9 في الحته دي. طب لو سالتك افضل راس حربه في مصر لمنتخبنا الوطني الاول؟ لمنتخبنا الوطني مروان. مروان محسن. يعني طبعا رغم ان في ناس كتير حتى هتعترض على الاختيار دي، بس مروان عنده الخبره بتاعه المكان ده. يعني بيعرف يلعب كراس حربه، بيتحمل كتير جدا، وعنده نوع من الثبات الانفعالي، حتى لو حد اتكلم عليه كتير او كلام كتير ضده بيعرف ازاي يعدي الكلام ده. فمروان افضل مدير فني في مصر بالنسبه لي حسام حسن، هيفضل فتره طويله. هيفضل الفترة طويلة. اه يمكن قدم يعني أداء مختلف تماما للمصري. حسام طبعا، واللي هيجي بقى شكله تماما. صحيح. اللي هيجي بقى النحاس طبعا. عماد النحاس هيبقى حاجة كبيرة كده، بس يستمر مع المقاولين شوية.
طيب افضل بقى حكم في الدوري المصري؟ لا مفيش حكم. لا هو طبعا يعني باحترام الشديد كل ليهم كلهم جميعا يعني، لكن هو احنا عندنا مشكله في التحكيم، مش مشكله ان هو في حاجه زي ما الناس بتتهمهم يعني ان هو في حد بينحاز لده او حد بينحاز لده، لا هي في بس مشكله ان احنا ازاي نتعامل يعني نتفرج على كوره بره كتير يعني نتفرج امتى نحسب فاول وامتى ما نحسبش فاول. يمكن المشكله مثلا في تدريب الحكام واعدادهم من البدايه، وان الحكم نفسه يذاكر وياخد باله ان هو الخطا اللي يحسبه هنا يحسبه هنا، عشان هو ساعات بيحسب هنا وما يحسبش هنا نفس الخطا. فهي بس بتبقى محتاجه شويه تركيز، اللي هو ابقى انا نازل مركز كويس قوي في ان انا نازل احكم مباراه. فالمباراه دي 90 دقيقه لازم ابقى صاحي 90 دقيقه. صحيح. نروح لمنتخبنا الوطني، ويمكن من منشطات النهارده كانت بتقول ان اجاني بيطالب بوديتين او ثلاثه في مايو يونيو. طبعا احنا بقالنا فتره مش يعني ما شفناش المنتخب، ولازم كل فتره يبدا يجمع. انا كنت عارف ان احنا هنلعب نيجيريا قريب، او النيجر ونيجيريا، النيجر ونيجيريا المفروض ان احنا هنلعبهم، المفروض عايز بقى ماتشين تانيين يعني. لا وكمان ماتش بقى عليهم طبيعي يعني. يمكن كمان الكلام دلوقتي بيتقال ان احنا مش عارفين هنستضيف المباريات الوديه عندنا هنا في مصر ولا هتقام في بلاد المنتخبات اللي هنلعبهم وديا، لان احنا لسه برضو مستنيين يوم 9 يجي ويتحدد مين هي البلد اللي هتستضيف كان 2019. وفي حاله ان شاء الله ان مصر هي اللي فازت بشرف تنظيم كان 2019، فاكيد كل اللقاءات الوديه هتكون هنا عندنا. كله هيجي لك. صحيح. ولو ما كانتش هنا في مصر طلعت في جنوب افريقيا، فطبعا منتخبنا الوطني اول هيحتاج بقى ان هو يعمل معسكرات كتير، وهو اللي يروح للبلاد الاخرى اللي هتكون طبعا قريبه من جنوب افريقيا عشان تقام هناك المباريات القادمه. وهنأجل الدوري بقى ما هو ده اللي هيحصل يعني فعلا يعني، ما هو ده هيبقى طبيعي. هتعمل ايه ساعتها يعني؟ يا هنعمل هتشوف. سهل. تفتكر بقى لو تأجل بقى للمره المليون ممكن يتلغي؟ عيب. يعني كلمة اصل احنا كده داخلين عارف دوري معدي السنه. لا ما عادي بس يعني ما احنا محتاج يعني. وبعدين برضو الواحد هيبتدي. هي بس المشكله ان انا حاسس ان احنا اتفاجئنا بكل حاجه يعني. يعني اتفاجئنا ان في بطوله افريقيا يعني زي ما بنكون اتخضينا. لو هو في بطوله افريقيا ده هنلعب بطوله افريقيا فعلا؟ ايوه. وبعدين في حاجه تانية، انا دلوقتي لما اجي اجل الدوري وبرده يعني هلعبه تاني، هنحدد مين الفرق اللي هتشارك في البطوله الافريقيه والكونفدراليه. هو ونصيبه ازاي دي؟ هم ونصيبه بقى. لا المفروض ان هو لو حصل حاله زي دي بيرجعوا للنسخه اللي فاتت على طول. النسخه اللي فاتت وبيبداوا يلعبوا عليها. ده اللي انا فاكره يعني من اللوائح بتاعه الاتحاد الافريقي، ان هو لو حصل اي حاجه بتمنع استكمال الموسم يعني بترجع للموسم اللي قبله. لكن ان شاء الله ما يحصلش كده. بس هو اتمنى بقى نستوعب الدرس كده يعني، ان احنا اهو وقعنا في اللي احنا وقعنا فيه، فلما نيجي نعمل جدول ان شاء الله كده نبص كويس على على فكره انا عايز اقول لك برده ان حاج عامر حسين طالب ان يكون معاه في اللجنه اللي هي اللجنه اللي هو رئيسها واللي هو اللي بيشتغل فيها لوحده، يكون في معاه معاونين يساعدوه ان هم يحطوا ويرتبوا الجدول المسابقه عشان ما يحصلش الازمات. لا انا عندي يعني في اقتراحات ثانيه. احنا عندنا الناس اللي بره شغالين بسيستم كده من زمان قوي، ده من 15 16 سنه عندهم سيستم كده بيحطوا له، يقول له احنا مثلا عندنا البطوله الفلانيه تتلعب في شهر كذا دي بتاعت المنتخبات، وفي بطوله انديه يوم كذا وبتاع، وسيستم عادي كده ويروح دايس على زرار يطلع له سكادول كامل كده ويقول له البطولات دي ممكن تتلعب في يوم كذا، الماتشات دي ممكن تلعبها في يوم كذا، وممكن تاجل ده وممكن ما تاجلش ده، وهو يبدا يشوف بقى الحاجات الداخليه اللي عنده اللي هو الدوري والكاس. صحيح. والبطولات اللي عنده. لكن هي مش مفاجآت يعني، هي موضوع تنظيم بطولة أو حط جدول أو سكادول لحاجة يعني ده مش معضلة خالص في الدنيا كلها يعني. إحنا بس عندنا المعضلة دي يعني، لفي كده في الدنيا مش هتلاقي اللي إحنا عندنا، مش هتلاقيه خالص. صحيح. عندنا عندك بس. عندك حق. بس المشكلة يمكن مش بس هنا في عندنا في مصر، يمكن المشكلة دي في أفريقيا كلها. أما أنا ما أعتقدش. لا ده حقيقي يعني. ممكن أفريقيا بقى اللي هي أفريقيا اللي تحت بقى قوي يعني، لكن مش هتلاقيها مثلا في المغرب وتونس والجزائر، مش هتلاقي الكلام ده كتير كده. لا اصل هو انت عندك، اصل هي الموضوع مش كيمياء، هو انت عندك بطولات معروفه مواعيدها مش جديده خالص،
وعندك بطولة أمم بتتلعب وعندك ارتباطات رسمية للمنتخبات، فأنت حضرتك بتيجي قبل البطولة كده وتروحي عاملة السكادول بتاعك وتقولي السكادول هيمشي كذا كذا، لو تأجل ده هيتلعب في اليوم الكذا. أنا عندي تجربة كنت بقولها على طول، الدوري الإنجليزي بيبعتوا لي الدوري السنة دي والسنة اللي جاية بالمواعيد بالوقت. يعني مثلا يبقى الماتش ده سنة 2020 يوم 1 أغسطس هيتلعب الساعة كام كذا. طيب مع نهاية برضو 2018 وبدايتنا النهاردة تاني يوم في 2019، يمكن النهاردة كان في حديث لكابتن هاني رمزي مدير المنتخب بيتكلم فيه عن المحترفين المصريين وسبب فشلهم في تجربة الاحتراف، وقال يمكن من أكتر الحاجات اللي بتتسبب في فشل المصريين هناك مش مستوياتهم، بالعكس هم بيكونوا على قدر كبير جدا من المستوى، لكن الأزمة بتكون في إحساسهم بالغربة، إن هم بيقدروش يتكيفوا ويتأقلموا سريعا مع المجتمعات التانية ومع ثقافتهم ومع عاداتهم وتقاليدهم، بالاضافه طبعا لمشكله وعامل اللغه اللي بيكون صعب على الكثير من اللعيبه المصريين. لو سالتك مين انجح محترف مصري غير محمد صلاح في 2018؟ غير محمد صلاح بالنسبه لي تريزيجيه. تريزيجيه عامل موسم كويس جدا مع النادي التركي بتاعه وكمان مع المنتخب المصري. صحيح، وفي عروض كثيره، يمكن وصل 9 عروض اتوجهوا لنادي قاسم باشا التركي، منهم يمكن 4 في تركيا و3 في ايطاليا، وعروض من دول عربيه، وان شاء الله بنتمنى له الافضل في العام الجديد ان شاء الله. بس كمان كابتن هاني، هو يعني اللي احنا فيه ده مرحله متقدمه جدا، يعني احنا ما كانش عندنا حد بيحترف قبل كده، يعني وصلنا وده كويس قوي الحمد لله. ماشي، بشكرك جدا 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 هيثم نبيل على وجودك معانا النهارده، نورتنا اكيد في كلام في الميديا. انتهت حلقتنا سريعا، نشوفكم ان شاء الله بكره، لا ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا. بكره هيكون معاكم زميلي امير هشام في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.